اهلا وسهلا، صباح النور صباح السرور على الزوينه ديالي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نصيفط لكم شي بركه تجمدوا بها شويه. المهم اليوم ان شاء الله جيت لكم فيديو جديد، فيديو عاوتاني ديال الحداقه والشيوات. سورتو البنات كيقول لي انتصار ما تغبريش علينا بوصفاتك، راه ساهلين اقتصاديين وكينفعونا بزاف. هكاك علاش اليوم ان شاء الله جبت لكم اقتراحات معتبرين غادي ان شاء الله ينفعوكم في الكوتي في الفطور. جايين عندكم شي ضياف مهم، زوينين زوينين بزاف وسهلين. غادي نقترح عليكم واحد الخبز بشكل جديد، غزال ديال تحمير الوجه، ان شاء الله غادي ينفعكم. وغادي نرافقوه ان شاء الله بكاشير منزلي بحد الخلطه الاقتصاديه، وغادي نخرجوا منه جوج نكهات، نكهات نسيكم في نكهه. المهم ما غاديش نطول عليكم، قفضوا لي الكميمات ويلا نهربوا شويه من البرد، ندخلوا الكوزينه ان شاء الله. كمكونات العجين ديالنا عندي هنايا 300 غرام ديال الدقيق القمح الكامل او الدقيق الفرينه اللي كتكون بالنخاله ديالها. المهم كما تشوفوا الا بغيتوا ديروا الدقيق الابيض كيبقى لكم الاختيار. وعندي هنا نفس الكميه يعني 300 غرام اخرى ديال السميد الناعم، يعني السميده اللي كتكون الحبات ديالها رقيقه او كيف ما كنقولوا ليه في المغرب الفينو. مهم الكميه ديال الدقيق القمح كتكون نفس هاد السميده، بغيتوا تزيدوا ولا تنقصوا مهم هذا كيكون نفس العبارات هذا. هنايا بالنسبه للمكونات كتعطي واحد المفعول رائع للعجين واللي هو الياغورت الطبيعي، يعني ياغورت اللي كيكون بدون سكر كيعطي واحد المفعول زوين هكا للعجينه. وهنايا عندي ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه او خميره الخبز، ملعقه صغيره ديال الملح اللي كيبقى على حسب الذوق، وملعقه كبيره ديال سكر حبيبات او سكر سنيده. وهنايا كاضافه غادي نديروا ان شاء الله خبيز بالحبوب مشكله، غادي نديروا هنا معلقه كبيره من كل من الزنجلان او السمسم، زريعه الكتان، عندي هنايا هاد الزريعه الزريعه العاديه او زريعه النوار، وعندي هنايا كيتسمى شلي الخشخاش بذور الخشخاش وما هادو. هنايا في العجانه او في القصريه اللي غادي تخدموا فيها غادي ندوزو نديروا هنايا المكونات الجافه اللي عندنا. بالنسبه لهداك السكر مع الخميره وداك الشيء دائما انا كنديرهم هكا بحال الزليفه، كنزيد عليهم الماء دافي وكنخليهم هكا يتفاعلوا واحد شويه باش كيعطيو نتيجه احسن من اننا نضيفهم مباشره. صافي غادي نضيفهم الخليط وغادي نضيفوا الحبوب المشكله ديالنا مره واحده وخلاص الياغورت. صافي الا بغيتوا تزيدوا حتى شي معلقه هكا مثلا ديال الزيت البلديه ولا الزبده كيبقى لكم اختيار. غادي ندوزو ان شاء الله دابا مباشره نبداو نجمعوا الخليط ديالنا بالماء الدافئ، وكيف العاده الماء كنبقاو نضيفوه تدريجيا شويه بشويه. ما خليت العجين ديالي تدلك مزيان مزيان، ها نتوما كما تشوفوا كيفاش كيجي، كيجي واحد العجينه هكا اللي خفيفه. اصلا كما نعرفوا دقيق القمح والسميد وداكشي كيبغيو شويه الماء وشويه تاع الخدمه. غادي ندوز دابا هنايا ناخذ شويه الزيت البلديه ولا الروميه اللي عندكم، كنحاولوا ندهنوا هكا العجين ديالنا وغادي نخليه يرتاح واحد ربع ساعه. رجعنا دابا هنايا نشوفوا العجين ديالنا بعد ما خليناه ارتاح واحد شويه مع الدار دابا مع الشوفاج سخونه دغيا دغيا كيخمر لي انا هادشي. المهم غادي ندوز دابا ان شاء الله اول حاجه كيف العاده نخرجوا هذاك الهواء اللي كيكون وسط منه. صافي غادي ندوز ان شاء الله نقسمه، المهم كندير لي انا بحال هكا، والقياس نتوما اللي غادي تقروا يعني بغيتوا ديروهم ان شاء الله كبار ولا صغار. خرجت لي تقريبا الكميه واحد خمسة ديال الكويرات بهذا القياس هذا. اول حاجه كندوزو كرشو مزيان سطح العمل بالدقيق من الفوق ومن التحت باش ما كتلصقش لينا العجين، سورتو ان شاء الله منين غادي نبداو نطلقوا بها في المدلك. في الاول غادي نطلقوا العجين ديالنا عادي يعني بحال كنصايبو خبيزات، غير انا كنستعمل المدلك باش دغيا دغيا كنسربي الشغل كما نقولوا. غادي ندوزو نطلقوهم صافي كما تشوفوا طلقت على هذا الشكل هذا، كيجي دو القياس ديالها. دابا تاخذوا موس تاخذوا اي حاجه بغيتوا نتوما تخليوها هكا، ولكن حنا التيم ديالنا وان شاء الله نصايبو خبيزات اللي يجيو صغيورين وزويونين. غادي ندوز ناخذ هذه القطعه ديال الخبز كما قلت لكم، ولا مقص ولا مقصش ما مقص موز زعما، كنجيو في الاول كنقسمو بالنص ومن بعد كنقسمو هكا قطع كما تشوفوا كيجيو مثلثات. كنجي هنايا كنقرص واحد شويه باش يبقى داك الشكل هكا بوينتو، كان بحال اللي كنجمعهم من تما الجنيبات. وديجا انا راه وجدت الصوينيه ديالي، غادي ندوز ان شاء الله نبدا نحط فيها. ها نتوما كيفاش كيجيو، كيجيو زويونين وشكل هكا مخالف على الخبيزات اللي كنصايبو يوميا. صافي انتهيت من تشكيل الخبيزات، شوفوا كيفاش كيجيو. اهم حاجه ما كاين ما سهل منه، عشد القراضه وقرضي. المهم انتم تبارك الله خرجوا لي الخير والبركه. دابا غادي ندوزو هاد المرحله عاد غادي نخليو العجين ديالنا يخمر 45 دقيقه تقريبا حتى لساعه، المهم على حسب الجوع عندكم. فكمكونات لوصفتنا الثانيه كما قلت لكم ان شاء الله اللي غادي تكون عباره على كاشير منزلي رائع جدا جدا، غادي نحتاجوا ليها هنايا غادي ناخذوا اول حاجه واحد الكاس اللي ناخذوا به جميع القياسات، غادي نعبروا كاس مع مرش ديال السميده الناعم، سميد ناعم او كما قلت لكم الفينو.
كذلك بنفس الكاس غادي نعبروا كاس مملوء من الرز او الارز. المهم انا خديت هنا الرز الابيض اللي سلقته في الماء وشويه ديال الملحه وصفيته مزيان. من بعد عندنا كذلك هنايا عبرت كاس ديال صدر الدجاج. المهم انا هنايا تقريبا عندي صدر متوسط ديال الدجاج اللي تا هو شديته هكا غسلته مزيان وقطعته قطع صغيره. عندي نصف كاس مزيج ما بين الزيت النباتيه وزيت الزيتون. عندنا جوج حبات ديال البيض. بالنسبه هنا باش غادي نكهو ان شاء الله الكاشير ديالنا عندنا ثلاثه الفصوصه تاع الثومه، معلقه صغيره ديال سكينجبير، الملحه المهم انا هنا نستعمل هذاك ملح الهيمالايا، الابزار، وعندي هنايا معلقه صغيره ديال التحميره ما عمراش، وهنايا عندنا ثلاث مثلثات ديال الجبن. المهم هادو كما نقولوا مكونات اساسيه. من بعد ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش غادي نخرجوا من نفس الخليط جوج ديال النكهات. بسم الله. المهم اول حاجه كناخذوا هاد الطحانه ديال الطعام، ولا تقدروا تاخذوا غير مولينكس او العصاره ديال العصير العاديه حتى هي تقضي الغرض ان شاء الله. المهم اللي كل سيده راه كتقضي داكشي اللي عندها. غادي ندوزوا نديروا هنايا صدر الدجاج اللي كما قلت لكم قطعناه رقيق، غادي نضيفوا ليه الرز. بعد ما درت جميع المكونات ديالي مره واحده غادي ندوزوا نطحنوه مزيان مزيان تقريبا واحد جوج دقائق على سرعه عاليه. الخليط ديال الكاشير ديالنا ها هو صبح جاهز. المهم كما تشوفوا كيكون هذا هو القوام ديالو، يعني كيكون واحد القوام اللي ثقيل واحد شويه. دزت هنايا قسمته نصفين، يعني حاولت ندير قد هذا قد هذا باش ان شاء الله كما قلت لكم من خليط واحد غادي نخرجوا جوج نكهات. غادي ندوزو يا بسم الله العشاق الحار، غادي ندوزو ان شاء الله هذا غادي نديروه بالهريسه، يعني غادي يجي شويه حار. غادي ندير معلقه ديال الهريسه اللي كيبقى على حسب الذوق ديالكم، وغادي ندير معاه الزيتون الخضر. الا كان هذاك الزيتون الخضر اللي صاين يعني ما مقطعش يكون حسن. المهم انا ما عنديش، استعملت غير هذا اللي مقطع، المهم يكون بلا النواه ديالو. المهم غادي ندير قد هكا، وغادي نزيد الهريسه، غادي نحاول باش ما نكثرش بزاف. غادي ندير كما قلت لكم معلقه صغيره. تقدروا مثلا هذا الا بغيتوا يجيكم هذاك اللون الاحمر، تقدروا تاخذوا مثلا واحد الباربه تحكوها رقيقه غير شويه وطريف منها وطحنوه معاها، يعني ترجعوا للطحانه وطحنوه معاها باش تعطي داك اللون طبيعي. تقدروا تستعملوا بحال هاد الملونات الغذائيه، وتقدروا كذلك يعني تاخذوا مثلا غير شويه ديال التحميره تذوبوها مثلا شويه ديال الزيت وتسقيوها به. المهم نتوما كيبقى لكم اختيار. انا هذا دابا صباح جاهز، خاصني غير ندوز نخلطو. وبالنسبه للنكهه الثانيه هذا عاوتاني كتجي زوينه بزاف، غادي نحتاجوا ليها واحد المعلقه كبيره ديال المعدنوس ياكم. غادي ندوزو نزيدوا ليها هنايا عندي اعشاب منسمه مخلطه. عندي مثلا هذه تقدروا ديروا دوك الخلطات بحال اللي كتكون فيها الزعتر، ازير، بصله مجفه، الفلفله المجفه، حبوب ديال الخردل او المطار. المهم كتكون مخلطه ها نتوما، هذه هي كتعطي مذاق وكتعطي حتى ديك المنظر زوين هكا وسط من الخليط. وهنايا عندي شويه ديال الفلفله اللي قطعتها رقيقه، المهم غادي نستعملها واحد الكميه منها ماشي كلها، تقريبا جات هكا واحد المعلقه كبيره صافي. المهم غادي يكونوا هادو من النكهات ديالنا. بعد ما خدمتهم مزيان كيصبحوا الخليطين ديالنا بجوج بهم ها هما صبحوا جاهزين. دابا غادي ندوزو هنايا، غادي نخليهم جانبا وغادي ندوزو نوجدو العده او العده باش غادي نقادوهم. المهم هنا كناخذ البلاستيك الغذائي اللي حاولت انني ندوبلو، درت تقريبا ثلاثه ديال الطبقات ديال البلاستيك الغذائي. وغادي نحتاجو معاه كذلك بابي الومنيوم او ورق الالومنيوم. غادي ندوزو بسم الله ناخذو النكهه الاولى، غادي نحاولو نفرغوها هكا بشكل طولي. غادي نحاول ندير الطبقه هكا ونغطيو، وهاد المرحله هذه مهمه. شوفوا دابا كما تشوفوا غطيناه، غادي نجيو لهاد الجنيبات هادو وغادي نبداو نلفو بحال هكا، وحنا في نفس الوقت كنزيرو. ما خاص هذوك الحبات يجيو ثابتين على بعضياتهم، يعني الفراغ ما خاصوش يبقى كيبان. وحنا في نفس الوقت المهم نتوما بغيتو تخليوه هكا طويل وبغيتو ديروه هكا بهذا العرض هذا او هذا السمك هذا. نتوما كما تشوفوا كيفاش كيجي. دابا كندوزو كناخذو هذاك ورق الالومنيوم كنحاولو نلويو عليه مزيان، مره اخرى كنجيو حتى هو كنحاولو هكا بحال اللي كنزيدو نكرزوه مزيان وسط منه. مره اخرى بعد ما دوبلت البلاستيك الغذائي درت الحشوه الحاره، ومره اخرى كما قلت لكم كنتحكموا في الجنيبات نبقاو نلويو نلويو نلويو. ودابا غادي ندوزو لاهم مرحله واللي هي مرحله الطهي. المهم كاينين جوج طرق، كاينه الطريقه باش كنطهيوهم في البخار، يعني كناخذو برما وكسكاس كنديرو الماء يغلى وكنديروهم من الفوق كنخليهم تقريبا ما بين 45 دقيقه حتى لساعه. وكاينه الطريقه ديال السلق، السلق كتكون في الطنجره مع الماء. المهم انايا اليوم ان شاء الله غادي نستعمل هاد سميتو. المهم راه بجوجهم تقدروا ديروا هكا تقدروا ديروا هكا اللي بغيتوا. غادي ندوزو بسم الله، غادي ندوزو نحطوهم.
هنا الماء ديالي ديجا غليته صافي. ملي خليته دابا غلا وغادي ندير هاد الكاشيرات هادو، غادي ندوز في هاد المرحله غادي نديرو على المتوسط، يعني ما غادي ما هو قليل ما هو مجهد بزاف، يعني غادي نديرو المتوسط وغادي نغطيو عليه. ومره مره كناخذو بحال هاد الصفايه نحاولوا قلبوهم باش مثلا لطاب يجي طايب كما نقولوا على حقو طريقهم جميع الجوانب، تقريبا المده ما بين 40 حتى 45 دقيقه. وبدما الكاشير ديالنا كيطيب رجعت هنا نشوف الخبيزات فين وصلوا بعد ما خليناهم خمروا. ها نتوما كيفاش كتشوفوا كيفاش كيضاعف الحجم ديالهم كيفاش كيجيو. دابا غادي ندوزو هنايا، تقدروا نتوما غير ترشوهم بالدقيق تدخلوهم، تقدروا تخليهم بحال هكا. انا كندوز كندهنهم سوا دهنهم بالماء سوا دهنهم بالياغورت الطبيعي، عرفتي كيعطي واحد النتيجه زوينه صافي. ومن بعد صبغيتو ترشوهم مثلا بالنخاله باي نوع مثلا ديال الحبوب، كيبقى لكم الاختيار. هاد الياغورت هذا كيجيب الوجه ديالو مزوين وكيجي تم محمر وفتي، وفي نفس الوقت باش كيكون عباره على لصاق الا بغيتو مثلا تلصقوا بين الحبوب. مثلا انا غادي نقدر ندير مثلا هكا الشوفان. الخبيزات ديالنا صبحوا جاهزين باش يدخلوا الفرن. المهم كما تشوفوا ها نتوما بعد ما دهنتهم خديت هذاك الخليط ديال الحبوب اصلا اللي استعملنا وسط العجينه، يعني الشوفان الزنجلان داكشي كامل اللي كاين تما، ها هما زدت عليهم شويه تاع المعدنوس مجفف، خلطت داكشي كله ودرتو هكا غير من الوسط. شي وحدين درتهم هكا من الجناب حتى هما بالشوفان. المهم كما تشوفوا كيفاش جا المنيضر ديالهم. الفران ديجا رديتو يسخن على درجه حراره 180. مده الطهي ديال الخبز راه معروفه ما بين 25 دقيقه حتى نص ساعه. في الاول كنشعل عليه غير من التحت حتى كيطيب وتنفخ، ونزيدو عليه واحد جوج دقائق حتى لثلاثه دقائق من الفوق باش يزيد يتحمر، وغادي يكون هذيك الساعه الخبز ديالنا جاهز. ها هما تبارك الله الخبيزات ديالنا خرجوا من الفران، شوفوا تبارك الله كيفاش كيجيو على مزويناتهم محمرين هكا غزالين بداك الحبوب هكاك. المهم غادي نخليهم انا اكوتي دابا يبردوا، وفي هذه الوقيته هذه غادي ندوزو نشوفو الكاشير ديالنا اللي كما قلت لكم تقريبا خليتو المده ديال 40 حتى 45 دقيقه كما قلت لكم على المتوسط. من بعد خليناه كيبرد مزيان، يعني مثلا تقدروا تحيدوا داك الماء السخون ديروا غير لي غلاصون باش دغيا يبرد لكم، ولا تدخلوا للثلاجه الا ما كنتوش زرباني بيه تخليه حتى يد معنا في التصوير. خاصني ضروري دغيا نكمل الفيديو. غادي ندوز دابا ان شاء الله نحلوهم. إذا استحليت الشكل الاولاني اللي درناه هكا بالحار والزيتون، دابا غادي ندوزو نحيدو البلاستيك الغذائي على النكهه الثانيه. كما تشوفوا تبارك الله كيفاش كيجيو على مزويناتهم. هانتوما واخد حقو في الطياب زويون، شد هذيك الفورمه ديالو اللي عطيناه. غادي ندوزو دابا يا بسم الله. الجنيبات راه اكيد ماشي ضروري يخرجوا لكم كما نقولوا مسطرين. غادي ندوزو بسم الله نقطعوه. المهم نحيدو الجوانب، شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي. هانتوما كلشي قدامكم مع داك الفليفله وداك كما درنا الاعشاب منسمه والمعدنوس وداكشي كيجي على مزويناتو. وشي حاجه كما كنقولوا ديال الدار اللي عارفين شنو دايرين فيها. هانتوما السمك اكيد راه نتوما اللي كتحكموا فيه. غادي ندوزو بسم الله الثاني. انا دابا الحرور العشاق الحاره غادي يعجبهم ان شاء الله هذا. المهم هانتوما كيفاش كيجي عاوتاني هذا بالحار والزيتون. انا يا الحادقات ديالي الشهيوات ديالنا صبحو جاهزين. المهم هذا هو الكاشير بعد ما قطعته، تشوفوا تبارك الله كيفاش كيجي غزال شهوه منه. وخلاص الخبيزات ديالنا اللي صايبناهم هادو لكل مكان وزمان. ان شاء الله هاد الخبيزات هادو ينفعوكم كما قلت لكم بفطور كوتي، جايين عندكم ضياف بغيتو تحطوا هكا شي خبز اللي مختلف شويه على الخبيزات اللي كنصايبو، وكما شفتوا ساهلين يعني ما فيهم لا مجهود لا والو، كتقرصي وتقسمي على اربعه وطيبي وخلاص. كما قلت لكم بالنسبه للتزيين وداكشي راه كيبقى لكم نتوما تقدروا تزيدوا تفنوا اكثر واكثر. ندوزو بعدا ندشنوا الخبيز ديالنا، ان شاء الله هذا تصايبوه ويعجب وليداتكم بزاف. كما شفتوا حاولنا ندخلوا فيه القمح، دخلنا يعني الحبوب هكا اللي مشكله وكيجي خفيف، يعني ما كيجيش هذاك الخبز اللي قاصح ولا هذا مجهد. المهم كما تشوفوا كيفاش كيجي. غادي ندوزو نديرو الميكس. ديري واحد هكا وحيده هكا، وتقدري تزيدي معاهم حتى شويه الفرماج. المهم هكا هذا راه تقدروا ديروا يعني حتى ساندويتشات للمدرسه ولا الخدمه هكا. ندوزو دابا ندوقو، نبداو بسم الله. المهم شوفوا كي بعدا كيفاش كيجي، كيجي خفيف هكا يعني واعر، عرفتي مع داك الحرور ما جا صراحه قاصح كيما شفتو درت معلقه مع داك الزويتينات
انا برا. وندوزو هذا الفليفله سبحان الله عرفتي واخا درنا نفس الخليط نعم ما ولكن الطريقه باش ميزنا وهذا كيعطي مذاق ما كيشبه لهذا المذاق. وما بقى لي الا نخليكم هنايا نتمنى ان شاء الله اقتراحاتي لهذا النهار هذا يكونوا عجبوكم جربوهم سمعوا مذاقهم الرائع نتوما وعائلاتكم احبابكم وليداتكم. تهلاو في راسكم بوسه كبيره ليكم تلقاو ان شاء الله فيديوهات روتينات وشي هو جديده زوينه بحالكم. باي باي.